أهلا طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل محاضرة هيدروسايكليك كامباوندز، ولدينا 6 ميمبرد رينجز ومنها 6 ميمبرد رينجز with 1 هيترو أتوم. نأخذ البيريدين. البيريدين is a basic heterocyclic organic compound with the chemical formula C5H5N. هذا هو ستركتشر البيريدين. نلاحظ انه ستركتشر البيريدين related to benzene with one methane group replaced by a nitrogen atom. يعني انه تركيب البيريدين نلاحظ انه هو حلقة بنزين مع استبدال احدى مجاميع الميثين ميثين جروب بذرة نيتروجين. إذا البيريدين هو مركب أروماتي، فهو مركب حلقي مستوي. أيضا يلاحظ أنه the four carbon-carbon bonds are the same length and so are the two carbon-nitrogen bonds. أي تكون أواصر كربون كربون الأربعة بين ذرات الكربون بنفس الطول. أواصر كربون كربون الأربعة بين ذرات الكربون تكون بنفس الطول، وكذلك الأواصرتين بين كربون نيتروجين كربون نيتروجين أيضا تكون بنفس الطول. أيضا البيريدين يحتوي على زوج إلكتروني غير متآصر، أي زوج إلكتروني حر طليق على ذرة النيتروجين. هذا الزوج الإلكتروني لا يشترك بروزونانس مع إلكترونات الحلقة، ما يدخل في روزونانس مع إلكترونات الحلقة، فهو يكون غير متآصر، يكون حر موجود على ذرة النيتروجين. هذا الزوج الإلكتروني هو اللي يعطي الصفات القاعدية للبيريدين. فالبيريدين هو مركب أروماتي، لكن إذا قورن بالبنزين فالبنزين يكون هو أكثر أروماتية من البيريدين. السبب في ذلك يعود إلى أن البيريدين يحتوي على ذرة مغايرة اللي هي النيتروجين. هو مركب أروماتي، لكن البنزين يكون هو أكثر أروماتية من البيريدين. أيضا البيريدين هو يكون أكثر قاعدية من البايرول. إذا قورنت قاعدية البيريدين بالبايرول فالبيريدين يكون أكثر قاعدية من البايرول. الآن لدينا source of pyridine compounds. البيريدين is found in coal tar. يوجد في قطران الفحم، ويوجد معه عدد من مركبات المثل بيريدين، وأهم هذه المركبات هي مركبات أحادية المثل المعروفة بالبيكولينات بيكولينز. أكسدة البيكولينز ينتج بيريدين كاربوكسيليك أسيدز. نلاحظ البيكولين بوجود الKMnO4 الناتج يكون بيريدين كاربوكسيليك أسيد، أي أنه البيكولين بوجود الKMnO4 تأكسدت إلى بيريدين كاربوكسيليك أسيد. لاحظوا أنه CH3 بوجود الKMnO4 تأكسدت إلى كاربوكسيل جروب COOH. إذن البيكولين تتأكسد بوجود الKMnO4 إلى بيريدين كاربوكسيليك أسيد. الأيزومر المعوض، نلاحظ أن الأيزومر المعوض بالموقع 3، أي 3 بيريدين كاربوكسيليك أسيد، 3 بيريدين كاربوكسيليك أسيد.
معروف باسم نيكوتينيك أسيد أو النياسين، وهذا هو فيتامين. إذن the three isomer nicotinic acid or niacin is a vitamin. بينما الأيزومر المعوض بالموقع أربعة يعرف بأيزونيكوتينيك أسيد أو أيزونياسايد. يستخدم بشكل هيدرازايد في معالجة السل، وبسبب زيادة الطلب على بعض مشتقات البريدين أدى إلى تطوير طرق التحضير المتضمنة الغلق الحلقي. فنلاحظ أنه الأكرولين، هذا المركب يعرف بالأكرولين، مولياً من الأكرولين مع الأمونيوم ينتج 3-methyl بريدين. هذا المركب هو 3-methyl بريدين، وعند أكسدت هذا المركب يتم الحصول على نيكوتينيك أسيد. الآن لدينا reactions of pyridine، تفاعلات البريدين. الصفات الكيميائية للبريدين تعتمد على التركيب. البريدين يعاني تفاعلات استبدال الكتروفيلية وتفاعلات استبدال نيكيوفيلي. إذن البريدين يقاوم تفاعلات الإضافة ويعاني تفاعلات استبدال، يعاني تفاعل استبدال الكتروفيلي وتفاعل استبدال نيكيوفيلي. أيضا البريدين يدخل نوع آخر من التفاعلات، في هذه التفاعلات يسلك كقاعدة أو نيكيوفيل. يدخل البريدين نوع آخر من التفاعلات، في هذا النوع يسلك البريدين كقاعدة أو نيكيوفيل. فبالبداية نأخذ electrophilic substitution in بريدين، نبدأ بتفاعل الاستبدال الالكتروفيلي للبريدين. البريدين يسلك سلوك مشابه لمشتقات البنزين المثبطة deactivated بنزين derivative اتجاه تفاعلات الاستبدال الالكتروفيلي. فيلاحظ أنه البريدين يعاني تفاعل نيترة وسلفنة وهلجنة فقط، فهو لا يعاني تفاعلات فريدل كرافت. البريدين يعاني تفاعلات استبدال الكتروفيلي، فهو يعاني تفاعل نيترة وسلفنة وهلجنة فقط تحت ظروف قاسية، لكن هو لا يعاني تفاعلات فريدل كرافت. تفاعل الاستبدال الالكتروفيلي للبريدين يحدث في الموقع 3، يحدث في الموقع 3 أو الموقع بيتا. 3 هي بالأرقام، وإذا نرمز بالحروف فهي تكون يكون الموقع بيتا. فنلاحظ هذا هو البريدين، مثل ما ذكرنا أنه الذرة المغايرة تأخذ رقم 1، وهذا هو الموقع 2، وهذا هو 3 4 5 6. البريدين يعاني تفاعل استبدال الكتروفيلي في الموقع 3. مثل ما ذكرنا هذه التفاعلات هي نيترة وسلفنة وهلجنة، وهو لا يعاني تفاعلات فريدل كرافت. فنلاحظ أن البريدين بوجود H2SO4 وKNO3 وبوجود درجات حرارة عالية نحصل على 3-نيترو بريدين. 3-نيترو بريدين هذا المركب كيف تم الحصول عليه؟ من خلال تفاعل البريدين مع ال H2SO4 وال KNO3 بوجود درجات حرارة عالية
300 درجة تقريبا يتم الحصول على 3 نيترو بردين. أيضا البردين بوجود الـ H2SO4 ودرجات حرارة تقريبا 350 درجة يتم الحصول على 3 بردين سيلفونيك أسيد، هذا تفاعل سيلفونيشن، تفاعل سيلفنا، يتم الحصول على 3 بردين سيلفونيك أسيد. أيضا نلاحظ أن البردين مع البر2 ودرجات حرارة تقريبا 300 درجة يتم الحصول على 3 برومو، نحصل على ناتجين، الناتج الأول يكون 3 برومو بردين والناتج الثاني يكون هو 3-5 داي برومو بردين. لاحظوا التفاعلات جميعها حدثت في الموقع 3، يعني موقع التفاعل، موقع الاستبدال يحدث في الموقع 3. نلاحظ أن ذرة الهيدروجين في الموقع 3 يتم استبدالها بالـ NO2 عند التفاعل مع الـ KNO3 والـ H2SO4 ودرجات حرارة عالية، فيتم الحصول على 3 نيترو بردين. أما إذا البردين تفاعل مع الـ H2SO4 فيتم استبدال ذرة الهيدروجين في الموقع 3 بمجموعة الـ SO3H، هذا تفاعل السلفنة. أو إذا تفاعل البردين مع الـ BR2 بدرجات حرارة عالية فنحصل على ناتجين مثل ما ذكرنا، هو أما 3 برومو بردين وناتجين 3 برومو بردين و 3-5 داي برومو بردين. لاحظوا أنه عند التفاعل مع يعني ألكيل تفريد الكرافت أو أسيل تفريد الكرافت بوجود العامل المساعد اللي هو كلوريد الألمنيوم نو رياكشن، ما يحدث تفاعل، مثل ما ذكرنا أنه البردين لا يعاني تفاعلات فريد الكرافت، سواء ألكيل تفريد الكرافت أو أسيل تفريد الكرافت فهو نو رياكشن. التفسير في سبب أنه الاستبدال يحدث في الموقع 3، التفسير لسبب مهاجمة الموقع 3 أي أنه الاستبدال الإلكتروفيلي يحدث في الموقع 3 للبردين. نلاحظ أنه فيما لو حدث الاستبدال أو الهجوم على موقع 4، يعني هو مقارن لكم الهجوم على الموقع 4 والهجوم على الموقع 3. لاحظ أنه في حالة لو حدث الاستبدال الإلكتروفيلي في الموقع 4 أي عند مهاجمة الموقع 4 من قبل الإلكتروفيل، فيتم الحصول على 3 أشكال رزونانسية. واحدة من هذه الأشكال الرزونانسية يكون شكل رزونانسي غير مستقر جدا، أي عند مهاجمة الموقع 4 يكون هناك شكلان رزونانسية مستقرة وشكل رزونانسي غير مستقر جدا. لاحظوا وجود شحنة موجبة على ذرة ساحبة للإلكترونات، هذا الشكل يكون unstable غير مستقر، بينما الهجوم على الموقع 3 أي لو حدث الاستبدال بالموقع 3 أي هجوم الإلكتروفيل على الموقع 3 يتكون 3 أشكال رزونانسية مستقرة. لذلك يفضل الهجوم على الموقع 3 لأنه الهجوم على الموقع 3 يحتاج إلى طاقة أقل. الآن تفاعلات الاستبدال النيكليوفيلية للبردين، نيكليوفيليك سبستيتيوشن إن بردين. تفاعل الاستبدال النيكليوفيلي للبردين يحدث في الموقع 2 أو في الموقع 4. تفاعل الاستبدال النيكليوفيلي للبردين يحدث في الموقع 2 أو في الموقع 4. Examples:
نلاحظ هذا المركب 2 برومو 2 برومو بريدين، مثل ما ذكرنا لترقيم هذه الحلقة، الذرة المغايرة تأخذ رقم 1، هذا الموقع هو 2 3 4 5 6، فهذا المركب هو 2 برومو بريدين بوجود الأمونيا NH3 ودرجات حرارة 180 إلى 200 درجة، يتم الحصول على 2 أمينو بريدين. 2 أمينو بريدين، أي تم استبدال الـ Br بالـ NH2 فتم الحصول على 2 أمينو بريدين. أيضا لاحظوا هذا المركب 4 كلورو بريدين، 4 كلورو بريدين مع الأمونيا ودرجات حرارة من 180 إلى 200 نحصل على 4 أمينو بريدين، 4 أمينو بريدين. هذا التفاعل لاحظوا كيف نحضر 2 أمينو بريدين، أنه البريدين مع صوديوم أميد، أميد الصوديوم بوجود حرارة، وجود الأمونيا نحصل على 2 أمينو بريدين، 2 أمينو بريدين. هذا التفاعل يعرف بتفاعل تشيتشي بابين، تشيتشي بابين رياكشن. هذا أيضا تفاعل آخر، لاحظوا هذا البريدين مع فينول ليثيوم، فينول ليثيوم يتم الحصول على 2 فينول بريدين، يعني هذا التفاعل هو يمثل تفاعل البريدين مع مركبات الليثيوم العضوية، فالبريدين مع فينول ليثيوم يتم الحصول على 2 فينول بريدين. تفسير لسبب حدوث الاستبدال النيكيوفيلي في الموقع 4 أو الموقع 2، مقارن لكم أنه في حالة لو حدث الهجوم في الموقع 4 أو الموقع 3، يعني موقع 4 وموقع 2 نفس الشيء، فهو ماخذ موقع 4 ومقارن فيما لو حدث الهجوم في الموقع 3. لوحظ أنه في حالة الهجوم في الموقع 4 نحصل على تراكيب رزونانسية تكون مستقرة، واحدة من هذه الأشكال تكون هي especially stable، مستقرة بشكل خاص، حيث لاحظوا أن الشحنة السالبة تكون موجودة على ذرة النيتروجين الساحبة للإلكترونات، فهذا المركب يكون especially stable، يكون مستقر بشكل خاص، يعني يكون مستقر جدا، بينما الهجوم على الموقع 3 ما يتكون مثل هذا المركب أو مثل هذا التركيب، لذلك يفضل الهجوم في الموقع 4 أو الموقع 2 لأنه تتكون تراكيب رزونانسية واحدة مستقرة، واحدة من هذه التراكيب يكون especially stable. السبب في ذلك لوجود شحنة سالبة على ذرة النيتروجين الساحبة للإلكترونات. مثل ما ذكرنا أن البريدين يحتوي على زوج إلكتروني غير مشارك، يعني يكون حر، فالبريدين has nucleophilic properties، فهو يتفاعل مع هاليدات الألكيل، يتفاعل بإمكانه أن يتفاعل البريدين مع هاليدات الألكيل ويكون أملاح الأمونيوم الرباعية. Reacts with alkyl halides to form a quaternary ammonium salt. فنلاحظ أنه البريدين مع مثل أيودايد نحصل على N مثل بريدينيوم
أيودايد هذا المركب هو أن مثل بريدينيوم أيودايد، وبالإمكان تسميته ببريدين ميث أيودايد. اختزال البريدين، نلاحظ أنه الهدرجة المحفزة بوجود العوامل المساعدة للبريدين نحصل على البايبريدين. لاحظوا أنه البريدين بوجود الـ H2 والبلاتين والـ HCl والعوامل المساعدة، باقي العوامل المساعدة يتم الحصول على البايبريدين. لاحظوا البايبريدين هو يكون أليفاتك هيتروسايكليك كومباوند، مركب حلقي غير متجانس أليفاتي. لاحظوا يكون هو مشبع. إذن الهدرجة المحفزة بعوامل مساعدة للبريدين نحصل على البايبريدين. أيضا لدينا basicity of بريدين، قاعدية البريدين. البريدين هو قاعدة أقوى من البايرول، لكن في نفس الوقت هو أقل قاعدية بكثير من الأمينات الأليفاتية. أيضا البريدين مثل ما ذكرنا يحتوي على زوج إلكتروني حر على النيتروجين، فبإمكانه أن يتفاعل مع الحوامض ويكون أملاح البريدينيوم، بينما البايرول لا يستطيع. أيضا مثل ما تعرفون أنه لكل حامض قوي يكون إلى قاعدة قرينة ضعيفة، والعكس صحيح. يعني لاحظوا الأستيلين هو حامض قوي سترونجر أسيد، يتفاعل مع فنل صوديوم، هي هنا سترونجر بيس، نلاحظ أنه يتم الحصول على البنزين ويكر أسيد، وأيضا أستيليد الصوديوم اللي تعتبر هي ويكر بيس. فلاحظوا مبين لكم ترتيب الحامضية والقاعدية للهيدروكربونز. فلاحظوا الأستيلين يكون أكثر حامضية من البنزين، بينما أستيليد أيون الأستيليد يكون هو كقاعدة أضعف من الفنل أن أيون. الأستيلين هو كحامض أقوى من البنزين، لكن أستيليد أيون يكون هو كقاعدة أضعف من الفنل أن أيون. هذا هو توضيح بسيط عن القاعدية والحامضية للهيدروكربونز، موضحة في هذا الترتيب لهذه المركبات. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، بالتوفيق إن شاء الله.